عليكم. النهارده معاكم المهندس اسماعيل احمد من شركه اي تكنولوجيا لخدمات الكمبيوتر والانترنت. النهارده احنا في عياده وايد بلس للاسنان في شيراتون جنب نساجون الشرقيين. النهارده احنا ركبنا فيها كاميرات مراقبه وسنترال وعملنا خطوط الانترنت. ركبنا هنا كاميرا مراقبه دي اول كاميرا، ودي برضو تاني كاميرا. وكمان ركبنا السنترال قدامنا اهو. نطلب 105 المكتب الرئيسي. ايوه استاذ احمد. ايه استاذ احمد؟ ايوه سامعني؟ اه تمام. ايوه والله سامع. ماشي يا ريس، انا بس بعمل فيديو براجع الحاجات دي كلها. طيب تمام اوكي. ماشي. وكمان ركبنا كاميرات في الاوضه هنا. وادي كمان كاميرا اهي. وكمان برضو الحته الثانيه اهي. وكمان ركبنا برضو كاميرا هنا برضو. وكمان أداة السنترال. وكمان برضو ركبنا كاميرا هنا في الأوضة هنا. وادي برضو الدرس. ادي كمان عندنا الديفو اورا اهو الهيك فيجن 2 ميجا. وادي كمان الست كاميرات اللي احنا ركبناهم. وادي كمان السنترال الباناسونيك 824 مركبين 5 خطوط. كان معانا استاذ مهندس احمد صاحب الله ينور والله. ومعانا المهندس احمد ماهر. ايه رايك في شغلنا يا باشمهندس؟ الله ينور يا باشمهندس والله زي الفل. عملنا كل حاجه حضرتك طلبتها. والله اه والله ربنا يخليك. تمام ربنا يخليك. تحت امرك ريس. ماشي. النهارده خلاص احنا كده خلصنا شغلنا في عياده وايت بلس للاسنان. كان معاكم المهندس اسماعيل احمد من شركه اي تكنولوجيا لخدمات الكمبيوتر والانترنت. للاتصال 03 1096864 010 735 276. ما تنسوناش بقى في اللايك الجميل والسبسكرايب. السلام عليكم.